نبدأ الآن بتكريم الفائزين في فئة المعلم المثقف. صاحب المركز العاشر لا هواية له سوى القراءة، مبكراً جداً علم قيمتها حين توفي والده بينما هو في السابعة من عمره. لم يكن الميراث مالاً بل مكتبة ضخمة فاض أثرها على الأقارب والأصدقاء. رحبوا معنا بصاحب المركز العاشر المعلم خالد محمد عبد الهادي. طبعت الكتب في نفسه أثراً حفظه كما يحفظ ممرات الجبال في مدينته، الطور بجنوب سيناء. من الجبال تعلم أن استمرار محاولة الصعود ربما أهم من المحاولة ذاتها. رحبوا معنا مع الفائز في المركز التاسع المعلم أحمد محمد منصور. لا يحتاج صاحب المركز الثامن إلى كثير من التقديم، يكفي أن نقول إنها السيدة الوحيدة بين المعلمين الفائزين. رحبوا معنا بالمعلمة المثقفة أميرة عبد العليم. لم يثنه كونه أباً لثلاثة أبناء في المرحلة الجامعية أن يعود للمنافسة من جديد. اشترك في المشروع الوطني للقراءة، عاد للمذاكرة والاطلاع الناقد. رحبوا معنا بالمعلم المثقف الحائز على المركز السابع رضا نبيه المرسي سليم. معلمنا التالي يعشق العربية وهذا يكفيه. التحق بمسابقة المشروع الوطني للقراءة على سبيل التجربة، لكنه حول الحلم إلى أمر واقع. فاز في المركز السادس المعلم المثقف رضا سلام فتحي. لديه مكتبة صنعها على عينه، في ميزان العمر تكبره وفي ميزان الأحلام تفيض بأمانيه. الفائز بالمركز الخامس المعلم المثقف أحمد محمد محمد أبو خلف. والده نموذجاً ملهماً في الحياة، فرغم أنه لم يستكمل تعليمه الرسمي لكنه لم يرى يديه خالياً أبداً من كتاب يقرأه صبحاً ومساءً. من هنا نشأ هذا المعلم المثقف صاحب المركز الرابع على حب القراءة. رحبوا معنا بالمعلم محمود عبد محمود. أدعو الفائز بالمركز الثالث والرابع والثاني والأول إلى الوقوف والتقدم أمام الجمع من غير ترتيب. الأستاذ
أحمد محمد هارون، الأستاذ محمود فرغلي علي موسى، والأستاذ إبراهيم جابر محمد علي. قامات رفيعة ونماذج طيبة للمعلم المتميز. من الفائز بالمركز الثالث؟ هل هو محمود أم أحمد أم إبراهيم؟ كلهم يستحق الفوز. محمود فرغلي بذل الكثير من الجهد للوقوف أمامكم اليوم. أما أحمد محمد هارون فقد كان بارعاً في انتقاء ما يقرأ. وتميز الأستاذ إبراهيم جابر بالقدرة على النقاش والحوار. من هو الفائز بالمركز الثالث؟ الفائز بالمركز الثالث محمود فرغلي علي موسى. إبراهيم وأحمد، والله كلاهما فائز. يصعب جداً على لجان التحكيم الفصل في مثل هذه الأوقات. إبراهيم جابر محمد علي صاحب صوت خطابي مبدع أسرنا وهو يتكلم أمامنا. أحمد محمد هارون عندما نطق بالقرآن أمامي قبل قليل أحسست كأنني أعيش في عالم مختلف. في لحظة يمكن أن يغير المعلم العالم، هكذا يقول أحمد محمد هارون. هذه ليست مبالغة. غير حياته معلمه الجامعي ووضعه على جادة لن يبرحها، واليوم هو يوم الحصاد. إبراهيم جابر محمد علي معلم استثنائي. تفاصيل حياته، نظرته للحياة جعلته قدوة صالحة لطلابه. يحثهم دوماً على القراءة، ينمي فيهم حب الفصحى. هل هو الفائز أم أن أحمد محمد هارون هو الفائز؟ الفائز بالمركز الأول في منافسات المعلم المثقف في الموسم الثاني هو المعلم المثقف إبراهيم جابر محمد علي. اسمحوا لنا بتكريم أحمد محمد هارون من محافظة الإسكندرية الفائز بالمركز الثاني. مصر بألوان المعرفة.